يا شيعة العرب، يا شيعة العراق، انتبهوا من الدعوات المغرضة. إياكم أن يتجه الصراع إلى الطائفية، فإن هذا ما يريده نظام ولاية الفقيه، لأن نظام ولاية الفقيه لا يمكن أن يعيش إلا في مثل هذه الحالات والقضايا. أنا تعرضت لغدر، وهذا ما زادني إلا قوة وما زادني إلا استمرار، لأني أؤمن بهالرسالة واستمريت عربيا. وكان الطامة الكبرى أنه أنا بمقابلاتي بتوجيهي بنصائحي توجهت إلى الشيعة العرب بتأسيس المجلس الإسلامي العربي بنقطة جدا جدا مهمة، أنه نحن يا جماعة، يا شيعة العرب، يا إحساء، يا قطيف، يا بالبحرين، نحن ننتمي إلى الأمة الإسلامية، ونحن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. نحن ولائنا للأمة العربية، نحن عرب، ولائنا لأوطاننا، لولاة أمرنا. كل الدعوات اللي عم تجي هاي دعوات مسمومة من إيران. نحن مرجعيتنا وحدة، ولاة أمرنا. وما بكون أنا سبب لإنهيار لبنان اليوم، البلد العزيز الأخضر المتميز بكله. اليوم لبنان أتعس بلد بكل المعاني، أسوأ بلد، بسبب نهج ولاية الفقيه اللي اتبعه حزب الله. وأصبحنا في لبنان كلنا نحن رهن هاي القوة العسكرية اللي قامت بسبب إسرائيل. تبين أنه قامت مثل ما كان قايل الوالد، أنه بسبب أجندة وبرنامج إيراني من وقت تجنيد الشيعة، من وقت التحرك على الإسلام في لبنان إلى يومنا. طب صار هالحقد، صار فيها التشدد، حتى نحن عندنا كثير من الممارسات، ممارسات الشعائر الدينية ما إلنا علاقة فيها كشيعة عرب، بدع. هون أنا تصديت، لأنه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا عليه لعن الله. وأنا رحت إلى المسجد النبوي الشريف، ووقفت عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتوسطت وقلت كلمة كانت عفوية، بس هي عقيدة عندي ومفهوم وما أؤمن به. إنه قلت نحن ننتمي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعه صاحبيه أبو بكر الصديق والد السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وأيضا إلى جنبه عمر الفاروق، وأيضا عثمان بن عفان ذو النورين، وأيضا علي بن أبي طالب وباقي الصحابة. نؤمن بهاي المسألة وهاي العقيدة، ونؤمن بأن الإسلام قام بهم ومعهم وفيهم، وأن الدعوة انتشرت. ما في لا مذهبية، ما في لا تعصب، بالعكس أحبة إخوة معا، كانوا معا، بلغوا معا، نشروا الإسلام معا، وتزوجوا من بعض، وأيضا توفوا معا ودفنوا معا. هذا الإسلام، هذا ما أؤمن به.